السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله حاجة جديدة في القرآن الكريم بإذن الله. إحنا قلنا المرة اللي فاتت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإحنا قلنا أعوذ بالله طبعا إيه، أستعين بالله وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني احنا طبعا عارفين ان احنا بنرجمه في الحج وساعة الظهر، قصة جميلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم. اشمعنى الرحمن الرحيم؟ ما قالش طبعا عارفين نور 99 اسم، اشمعنى قال الرحمن الرحيم؟ ما قالش الشديد الجبار او الغفور العظيم من اسماء؟ اشمعنى؟ لان الله بدأ الرحمه بالقران، ان القران ده رحمه من عند ربنا عز وجل، مش كلام وبس، لا ده رحمه من ربنا، وعشان يبشر الناس برحمته. حتى الله عز وجل قال ايه؟ رحمتي وسعت كل شيء. وسعت كل شيء ديت ليها معاني كتير، فليتسعن رحمتك. مثل الشيخ كشك ما قال ايه؟ اللهم انك قلت يا الله، انك قلت يا ارحم الراحمين، ان رحمتك وسعت كل شيء فلتسعني رحمتك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أول كلمة في القرآن اسمها الحمد. ليه الحمد؟ مقالش الشكر لله ولا قال كلام تاني، بس اشمعنى الحمد؟ لأن الله عز وجل أنزل القرآن من عنده علينا، انزل القرآن لينا على سيدنا محمد. بس الحمد لله بأن يوجد القرآن في الدنيا، أن يوقف لو ما فيش قرآن ما فيش رحمة ما فيش حمد ما فيش شكر، يبقى القلوب هتبقى جحدة، يبقى جحدة كده، كل تبقى جحدة وفيها كراهية. بس الحمد لله بأن القرآن أنزل إلينا ويوجد في الدنيا. رب العالمين، رب العالمين لما سيدنا آدم اتخلق، أما الله عز وجل خلق سيدنا آدم، فسيدنا موسى قال له يا رب خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وجعلت الملائكة تسجد له، وكيف أدى هذا كله؟ كيف أدى هذا كله؟ أنا خليته، أنت يا رب خلقته بإيدك ونفخت فيه من روحك وخليت الملائكة تسجد له وعلمته الأسباب كلها، ثم عرضها على الملائكة. إزاي أدى يعني؟ إزاي عمل الواجب وإزاي؟ قال يا موسى يكفيني إن هو قال الحمد لله رب العالمين. يكفيني ان هو قال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم دي آية لوحدها. الرحمن الرحيم آية من رحمة ربنا عز وجل. خلى الله عز وجل خلى الرحمن الرحيم دي آية، مش جزء من آية، لا آية لوحدها، من أول آية 2 لحد آية 3، الرحمة كلمتين. وما نقولش ديت أصغر كلمة في القرآن، لأن أصغر آية في القرآن، ما نقولش ديت أصغر آية، لا في أصغر منها. أصغر آية في القرآن كله متهامتان في سورة الرحمن. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعرف مالك يوم الدين؟ ديت لها حاجة، قصة كبيرة. ملك يوم الدين دي
احنا دلوقتي في الدنيا، دلوقتي احنا في الدنيا وربنا ملك كل شيء، الله هو الملك كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. بس جاء واحد سيدنا عمر، سيدنا عمر بن العاص، قال له ايه؟ قال له ماذا اصبحت يا عمر؟ قال اصبحت ان انا اكره الحق واحب الفتنه، ولي في الارض ما ليس لله في الارض ولا في السماوات. فامير المؤمنين الغضب، فالمهم جاي سيدنا علي قال له مالك يا امير المؤمنين؟ قال انا قلت وحكى له القصه كلها، قال له ما تزعلش، قال له اكره الحق بيكره الموت، الموت حق عليه. قال له طب يحب الفتنه، ان اموالكم واولادكم فتنه، المال والبنون فتنه. قال طب اللي له في الارض ليس لله في الارض ولا في السماء. قال له ليه زوجه واولاد، ليه زوجه واولاد؟ أما ملك يوم الدين ده ربنا عز وجل أمر الإيد إن هي تطاع لمن له، يعني مثلا أنا إيديا بعملها كده بمزاج، مش بمزاج حد، أنت ما أنتش شايف، أنت مش هتقول لي أنت صاحب أهو مثلا، مش هتقول لي أعمل إيدك يمين ولا شمال، لا أنا بعملها أنا بمزاجي، بحريتي بملكي، دي ملكي وكلنا ملك لله. يجي بقى يوم القيامة، يجي يوم القيامة لا تعلم، خلاص كده كده أنا كده لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال له تعالى أنت إيدك طبطبت على بني آدم، إيدك طبطبت على بني آدم أو بطشت، إيدك بطشت في الظلم، اللي بتتكلم ايه بقى؟ عشان خلاص هي جات لصاحبها، مين صاحبها؟ الله عز وجل، جات للي خالقها مش اللي بيعين عليها. انا بعين على ايه؟ هي عايزه اجيب كوبايه، اجيب كوبايه، اجيب تليفون، اجيب حاجه، دي بتساعد. بس يوم القيامه ملك يوم الدين، لان هو ملك كل شيء، تيجي كده ليه؟ انت بطشت، اللي بتتكلم، ويوم تشهد عليهم أيديهم وأيديهم وألسنتهم ورجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون. خلاص ما انت ما انت، طب يا ايه انت اتكلمت عليا وشهدت عليا، انت مش هتتحاسب، لا هتتحاسب، انت اللي هتتحاسب مش ايدك، انك تشهد، شاهد، تشهد بس عليا. شوف بقى الآية اللي بعدها، وإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إحنا بنعبد ربنا، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا بنعبد ربنا عز وجل، وإيه؟ وإياك يا رب نستعين بك، إحنا نعبدك ونستعين بك، هنا دعوة، هنا دعوة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ده يوم القيامة احنا عارفينه كلنا، اللهم اهدنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يوم القيامة في الصراط المستقيم يجي ناس على الخط، سيدنا محمد الناحية التانية على الحوض على باب الجنة، فيجي كل واحد من أمته يعدي الصراط يقول يا رب سلم، يا رب سلم، يدعي لينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع الأمة، يقول يا رب سلم، يا رب سلم. فيجي مجموعات، يجي مجموعات، فهنا بقى سبحان الله عز وجل، سبحان الله فعلا، يجي ناس
تمشي مع الصراط. فالناس يعني ربنا عز وجل يجلهم الطريق نور، يجلهم الطريق نور. فالمهم الناس مشيت في النور، والناس المؤمنة اللي ربنا إيه ميسر لها الإيمان وهدى عليهم ورحمهم ميسر لهم الإيمان، فيروحوا ويمشوا على الصراط على الطريق. وهم شايفين الصراط، الصراط ده أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. يا رب سلم. الصراط ده قصة طويلة، قصة الصراط المستقيم دي قصة طويلة جدا، هي اللي فهي بقى الصراط ده بعد الصراط هتخش الجنة، هتشرب من حوض سيدنا محمد ومن يد سيدنا محمد شربة لا تظمأ بعدها أبدا، مش هتعطش تاني. خلاص انت شربت من يد سيدنا محمد مش هتعطش، خلاص كده. فالمهم الناس اللي بتعدي الصراط والناس الظالمين وراهم، فالمهم يمشي ورا النور. لما المؤمنين يمشي شوية يجي سور، يجي سور يحجز بينهم بين المؤمنين والكافرين، يجي سور في النص على الصراط، على الصراط يجي سور في النص كده على الصراط، في باطنه رحمة وظاهره العذاب. فالكافرين يقولوا ايه؟ نقتبس من نوركم، اي يعني ايه؟ ينور له يعني ادينا شويه من نوركم. قالوا الم اكن معكم، يعني احنا مش ما كناش معكم في اول الصراط؟ قالوا بلى، قالوا بلى. قصه طويله والايام ايه؟ عديده. صراط الذين انعمت عليهم، بص بعدها صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هنا انعمت عليهم دول الناس اللي ربنا نور لهم الطريق، اما غير المغضوب عليهم دول الناس اللي لهم ايه؟ نقتبس من نوركم ولا الضالين. ولا الضالين دي في المغضوب، وفي الناس اللي ربنا قادر عليها، وفي ناس ضاله اللي تايهه في الدنيا زي ما بيقولوا، تايهه مش عارف فين الحق وفين الباطل، ضاله ضالين. أنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أنعمت عليهم بإيه؟ بنعمة الإسلام، بنعمة الإيمان، بنعمة النور يا رب اللي إحنا مشينا على الصراط ونورتنا. ولا الضالين، ولا الضالين دي الناس الضالة جهلة، الضالة الجهل. الناس لما تكون الضالة والجهلة دي هما مش عارفين فين الحق فين الباطل، بس هو الحق، الحق ده، الحق ده، الحق مفيش حق، ده الحق اللي هيقوم يوم القيامة، ده الحق واللي هيشفع للناس بإذن ربنا، يشفع للناس في الأرض. ولا الضالين. السبع المثاني سورة الفاتحة مذكورة باسمها في القرآن، بس في آيات القرآن مذكورة السبع المثاني. لقد أتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني سورة الفاتحة، شو هم سبع آيات؟ سبع آيات سورة فتحة في ترتيب المصحف مكتوب الفاتحة، أما في آيات الله عز وجل مكتوب بالسبع المثاني والقرآن العظيم. ومع القرآن الآخر إن شاء الله ربنا.